يفضل الكثير من المواطنين استهلاك الدجاج البلدي أو كما يسمى بجاج العرب عوض استهلاك الدجاج المهجن، لأنه طبيعي خال من الأمراض ومن المواد الصناعية والكيميائية، بعكس الدجاج المنتشر في الأسواق التجارية المصمم بالكيماويات والمعتمد على الأغلاف والبروتينات. وما راه يعني إقبال معلش، زادوا الناس داروا الماشين هذوك اللي يخرجوا الفلوس، راهم يحطوا العظمه تاع الدجاج العربيه ويخرجوا في الفلوس، راهي مازال تمشي وناس يشريوا فيها. الدجاج العربي هذا ياكل ماكله طبيعيه، هذه تجي الماكله الثانيه طبيعيه. وتزيد نسبه الاقبال على هذا النوع من الدجاج خاصه في المناسبات والاعياد الدينيه. الدجاج العربي هذا تشريوه كل على الأقل في الشهر مرة، وكل مناسبة كعاشوراء البلد النبوي الشريف. كثير من المواطنين يؤكدون أن للدجاج الطبيعي فوائد صحية كثيرة على عكس الدجاج المهجن الذي تستخدم العديد من المستحضرات الكيميائية في تغذيتها.